مرحبا بك ايوا اخي مرحوم الحارس الاولي حارس فريق اتحاد زمو خمسيات احوري، كان من بين احسن حراس مرمى كرة القدم الوطنية بالخصوص بعينيات، حيث كان من العناصر التي ساهمت في فريق اتحاد زمو خمسيات التاريخي الكرة للقسم الوطني الاول سنة 62، ولعب المباراة النهائية مع فريق اتحاد خمسيات في نهائي كأس العالم مقابل اسرتين احمد المنصوري. كما قلت كان من بين احفظ حرمة الى جوار كان هناك العلو، كان المرحوم كان الشاوي ديال فريق الكوكمر ديال نصطات ديال حميد ديال نادي القنيطرة، هناك كذلك الحارس قادة كوسكوس ومخلص من فريق الرياضي المرحوم الرعد من صفوف فريق الشباب المحمدية، ذلك مخلص عجيب حارس مرمى الدفاع الجديدي، سعيد حارس مرمى فريق المولودية الوجدية، بن حليمة حارس فريق نادي مكاسي. وكان من الصعب أنذاك الحبيب بن ملال، وكان من الصعب أنذاك زميلي السليكي ضمان بقى المكانة في المنتخب الوطني، لأن كان هناك حراس كبار، كان هناك البيض، كان العلال، وكان هناك كذلك عبد القادر والهزاز. كان إذن أحمد المنصوري لاعب للمنتخب المغربي في فترات متقطعة وفي مقابلات ماشي بالكثير، لاعب للمنتخب الوطني الشرطة، لاعب للمنتخب حرف باء. كان أيام تاز كانت اللياقة البدنية ديالو قوية، كان طول القامة ديالو، كانت تدخل ديالو ناجحة. قوة أحمد المنصوري في تسيير ذلك إعطاء الإرشادات وكذلك إعطاء تدخلات بالنسبة للمدافعين، وأحمد المنصوري امتاز كذلك فيما يخص كان متخصصا في فريق اتحاد خميسات بتسديد ضربة الجزاء، ومكن من ذلك من توقيع أهداف في مرمى الحارس مثلا كوسكوس ثمن النهائي لكأس عرش 73، في ربع النهائي على الحارس الرعد، كذلك على الحارس القاسمي حارس فريق اتحاد الرياضي القاسمي. أحمد المنصوري لعب قبل صعود فريق اتحاد خميسات 72 القسم الوطني الأول لعب لموسم واحد مع فريق الفتح الرياضي، أنذاك كان هناك توقيف فريق اتحاد خميسات وداد فاس وكذلك اتحاد وجدة والبريد الرباطي. تعرف القصة هو الانتصار ديال اتحاد خميسات على فريق البريد أو أقول على فريق وداد فاس بحصة كبيرة 23-22، وكذلك فوز فريق اتحاد وجدة على فريق البريد أحمد الرباطي، وذلك كان قرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوقيف الفرق الأربعة وإنزالهم للقسم الشرفي. أنذاك مجموعة من اللاعبين فريق اتحاد خميسات لعبوا لفرق كبيرة أمثال المرحوم نور الدين فريق نادي القنطري، الطباش والحطاب لفريق الجيش الملكي، وأحمد المنصوري لفريق الفتح الرياضي. إذن واحد من الأسماء الكبيرة لمدينة خميسات وكرة القدم المغربية يودعنا إنا لله وإنا إليه راجعون.